تمت بنجاح في أحد المشاغل الأردنية تجربة محرك السيارة الذي اخترعه المخترع الأردني محمد الشيشاني، حيث تم تركيب المحرك الذي تم تصنيعه بالكامل بخبرات أردنية على إحدى المركبات، حيث تم فحص قوة المحرك على جهاز القدرة، ومن ثم في الشوارع والطرقات حيث ثبت نجاح التجربة. ويتميز هذا المحرك الجديد عن غيره من المحركات بقوته المرتفعة واقتصاده باستهلاك الوقود وخفة الوزن وعزم الدوران. توصلنا إلى صناعة هذا المحرك، طبعا هذا المحرك من تصميم وتخطيط وصناعة أردنية 100%، ونتوقع أو نتمنى أن يكون هناك مستثمرين قادرين على تنفيذ أو فتح خط إنتاج لهذا المحرك وتسويقه عالميا. وبالإضافة لذلك، فإن هذا المحرك الأردني الجديد يتميز بتصميمه الدائري واستغنائه عن ذراع الكرانكشيفت، ويتميز بقلة التكلفة الاقتصادية لقلة القطع المصنع منها والتي لا تزيد عن 160 قطعة. المحرك بديل حقيقي للمحركات الموجودة، نجاحه شبه أكيد أنه يكون له مستقبل قوي جداً ويفرض نفسه بالسوق، بحاجة لشوية دعم، شوية متابعة من مستثمرين أردنيين عشان يكملوا هذا الجهد الوطني. من مدة 4 سنوات أنا بشتغل مع مخترعنا محمد أسندر، مواصفاته سهولة صيانته، بوفر جهد بالصيانة، بوفر وقت. ممكن أي صاحب سيارة راكب عنده محرك مثل هذا المحرك أنه هو يعمل صيانة بالبيت كمان لسهولة الشغل فيه يعني. وبالرغم من كل هذه المواصفات الإيجابية، إلا أن هذا المحرك قابل للتطوير مستقبلا بشكل أفضل من حيث الأداء والاستخدام، مما ينعكس على الاقتصاد الأردني بشكل يثبت قدرة الأردنيين على العمل والإنجاز والابتكار. إذن مبروك هذا الاختراع الأردني لهذا المحرك والذي تمت تجربته بنجاح، وهو ينتظر المزيد من الرعاية والدعم. عبد الله الحوت، التلفزيون الأردني.